السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أحشر بسليمان جنودهم من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت لا وحشر بسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمن
لا يحكمنكم سليمان وجنوده عليه
وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا وقال في عبادك الصالحين
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد Oh.
وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فقال أحبت
أحيط به وجئتك من سبب. نفت عليك حبيبي والله يا جميل جميل الله يديك صحة. وجئتك من سبب الله أكبر.